هذا سائل يقول: هل كل من دخل الجنة يدخلها بشفاعة؟ الله أعلم بهذا. نعم، هو النبي صلى الله عليه وسلم يشفع أهل الجنة في أن يفتح باب الجنة. أول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، يطلب من ربه أن يفتح له ولأمته الجنة. حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، وفتحت ما بتفتح أول ما النار والعياذ بالله، أول ما يجون مفتوحة يدخلون على طول، يساقون سوق. أما الجنة يأتون إليها وهي مغلقة، فيكون أول من يستفتحها محمد صلى الله عليه وسلم، يطلب من الله فتحها. نعم.